واللي بيتكلم على الروتين الاداري وسوء التنظيم اللي موجود في المحاكم مش هيخلص الا بالميكنه، مش هيخلص الا بالميكنه، لان طول ما في روتين اداري والدوله الاداريه العميقه دي مش هيبقى في الا الفساد. وانا فاكر حكايه قديمه يمكن سنه 80 كنت في محكمه الاستئناف بطلع صوره رسميه من حكم ابتدائي واستئناف. صدر محكمه الاستئناف تأييد الحكم الابتدائي. فجاه الرب بتاع انا بالتنفيذ هو بيقبض وانا مش عايز اقبضه، مش عايز اديله. فقلت له انا عايز، قال لي لا الحكم الابتدائي لازم يرجع المحكمه الابتدائيه تاخده من المحكمه الابتدائيه. الله ما عندك وانت في قلم الصور، ما تديني دي واديني دي وادفع لك الرسم. لا مش ممنوع. رحت رئيس المحكمه، يا رئيس المحكمه انا بقى الموضوع كذا وكذا وكذا وانا عايز صوره من الحكم ده والحكم ده، انت بتأيد الحكم الابتدائي فهو في حوزتك وانت تديني. قال لي بس احنا القواعد وتمنع ان احنا ندي الصوره، لازم الحكم الابتدائي يكون في المحكمه الابتدائيه. قلت له على فكره انتوا كده هتشجعوا الناس تنحرف. قلت له على يوم دقيقه واحده، رحت راجع دفعت مبلغ للراجل وخدت الصوره التنفيذيه. الحكم الابتدائي والاستئناف رحت له، رحت رئيس المحكمه قلت له يا استاذ رئيس انا جبت سعادتك قلت لي دي تعليمات، انا جبت الصوره الرسميه بتاعت الحكم الابتدائي والصوره الرسميه بتاعت حكم الاستئناف. قال لي طب مين ادالك؟ قلت له ولا هسال فيك، رحت ماشي سايبه وماشي. اذا السوء الاداره المصريه وده في كل حته ومن زمان مش اختراع حديث، من زمان موجود، هو ده اللي بيؤدي. لكن اللي هيقضي على ده الميكنه القادمه. انا كنت بقابل اكتر من شركه كانت جايه هتتولى ميكنه المحكمه الاقتصاديه، فبيسالوا المحامين طلباتهم ايه، يعني نعمل ايه علشان نضعه في الاعتبار. فخلاص في مرحله انه كل المحاكم الاقتصاديه هتتميكن، لسه باقي محاكم ما فيهاش ميكنه، لكن احنا نتمنى ده لانه اذا دخلنا في الميكنه كل الكلام اللي انتم بتتكلموه على الكتبه والمحاضرين والاجراءات الاداريه كلها هتنقضي، لانه مش هيبقى في احتياج لها، مش هيبقى احنا محتاجين لحد يساعدنا في انه يعمل حاجه مش صح، هتبقى في اطار الميكنه. الى ان تتم الميكنه احنا بقدر الامكان بنحاول نساعد المحامين. اغلب المحافظات اللي فيها حتى نصف ميكنه بنجيب شاشات عرض للرولات الجلسات علشان وانت في غرفه المحامين ما تقفش، مش ضروري تقف في الطرق ومش ضروري تزحم نفسك في القاعه لما يقرب الرول بتاعك تروح على جلستك. عملناها بقدر الامكان بنغطي كله، لو في اي محكمه محتاجه ده احنا نعمله، لكن مش في ايدينا ان احنا نميكن القضاء المصري، مش في ايد نقابه المحامين، ده محتاج ده سياسه وزاره بامكانيات بتاخد قروض بتاخد منح بتاخد تمويلات معينه علشان تنفذ ده، لكن لسه الجدول ما وصلش الى ان كل المحاكم تصل الى درجه الكفايه في مساله الميكنه.